سي محمد عبد الفضل منسق اللجنه المشتركه لمهن المطعمه اللي هي لجنه تكونت في بدايه شهر مارس قبل ما تبدا بدات الازمه اللي شركات الفيدراليه المغربيه للممولين الحفلات الجامعه الوطنيه للمخابز والحلويات الفيدراليه المغربيه للعلامه التجاريه واحد العدد من جمعيات المقاهي والمطاعم. هذه الازمه بالنسبه لشكلات حدث غير مسبوق في تاريخ هذه القطاعات كامله حيث توقفت النشاط ديالها باستثناء المخابز اللي كانت عندهم واحد رقم معاملات ضعيف بزاف ما يتعداش 20-30% في احسن الحالات. المهنيين ديال هذا القطاع توقفوا اكثر من 3 شهور ونصف بالنسبه للمقاهي والمطاعم، وبالنسبه للممولين الحفلات واصحاب القاعات واصحاب الناس اللي خدامه كلها مع التظاهرات فاليوم مازال باقي عندهم قرار ديال التوقف طبقا للقوانين والمرسوم القانون اللي كيوقف واحد العدد من الانشطه. للاسف الوضعيه اليوم جد صعيبه، المهنيين في هذه القطاعات كامله اللي رجع للنشاط ديالو في 50% راه ما غاداش تكفي ليه المصاريف ديالو. واحد العدد شهدها مثلا اليوم في جهه ديال الدار البيضاء بوحده هناك احصاء ديال اكثر من 1500 مقهى باقي مسدوده. بالنسبه لقاعات الحفلات كل شيء مسدود، اذا بالنسبه للممولين الحفلات ممنوع عليهم وكثريا مني خرجت هذه الدوريه الاخيره ديال ان اكثر من جوج طبلات ما يكونوا شيء. اذا هنايا مشكله خطيره صعيبه. اليوم هاد الناس هادو ما جاوش كيطلبوا واحد الدعم ولا الاول حاجه كيطلبوا باغيين يخدموا. ومن المسائل اللي هي مهمه وخاصها تكون وهي تكون عندنا واحد الرؤيه، الرؤيه اليوم ما واضحاش، ازمه صعيبه، ازمه خطيره على القطاعات كامله، على المقاوله المغربيه صعيبه عليها بزاف، عندها واحد العدد ديال الالتزامات. الناس كانت خدامه وبناء على الخدمه ديالها كانت عندها واحد العدد من الالتزامات التعاقديه لا مع ابناك ولا مع العمال ولا مع لجنه اليقظه. للاسف العمل ديالها من اعطت الرؤيه ديالها كانت بعض التدابير للتخفيف من اثار الازمه، ولكن هذوك التدابير شملوا غير الثلاث الاشهر الاولى. كذلك كان المرسوم القانون 22-292 اللي كيوقف الاجال القانونيه واللي كانت فيه واحد العدد ديال الواجبات واحد العدد ديال الالتزامات اللي خصها تكون عندنا والحقوق. للاسف في هذا الباب اليوم كنشوفوا التطبيق الصارم في الواجبات لكن في الحقوق ما كايناش. مثلا ملي كنلقاو بان المقاولات العامله في هذه القطاعات واللي هي متوقفه بامر من السلطات وعندها واحد العدد الالتزامات ديالها تفاجات بان لا الابناك اللي تابعه للدوله ولا الادارات ديال الضرائب ولا مثلا ملي كنقولوا ان الضريبه المهنيه واخا ما وصلاش الناس لزافي ديالها فتفاجؤوا بان توقعت عليها الزياده ابتداء من 30 شهر 6 يعني شو واحد شهر 7 زاد فيها 15% واللي هي ضريبه على الحيوطه اللي هما مسدودين ماشي حتى ضريبه على البيع والشراء ولا الضريبه على القيمه المضافه. الابناك لا الابناك ولا الادارات فبمجرد الاعلان عن الخروج من فتره الحجر الصحي لان هناك الحالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي الأغلبية ديالهم مشاو مباشرة للمحاكم فالناس باقي ما خدماتش ولقاو واحد العدد من الإشعارات ديال أن الالتزامات ديالهم راه وصلت للمحكمة يعني غادي نبداو نشوفوا الحجوزات ونشوفوا بزاف ديال الحوايج. المسألة اللي من بين الحوايج اللي هي مهمين في الأول ديال الأزمة مثل اللي خفف من الوطأة ديالها هو تحمل الجانب الاجتماعي، ولكن للأسف اليوم كنشوفوا لا لجنة اليقظة تنصلت من هذا الجانب الاجتماعي بالنسبة للمقاولات العاملة في القطاع خاصة مثلا الناس ديال ممولين الحفلات التظاهرات واحد العدد ديال القطاعات اللي هي متوقفة اليوم ما كاينش اللي غادي يخلص العمال ديالها. إذا كنشوفوا غاديين في اتجاه واحد الاحتقان اجتماعي. إذا كنشوفوا هذه المقاولات ديالنا اليوم اللي خصنا نعرفوا جوج ديال الحوايج. عندنا ايمان بالبلاد ديالنا بالمؤسسات ديالنا وعندنا واحد الثقه معهم خصنا نحافظوا من بين المكتسبات هي الثقه. باش نحافظوا عليها خصنا تكون عندنا رؤيه واضحه للمستقبل ديالنا. اليوم الا ما قدرناش نوقفوا ولا نحيدوا الازمه فخصنا نحبسوا الاضرار.
بالأدرى باش نقدر خصنا تكون عندنا رؤية واضحة، نحبسوا كاع هاد الإجراءات ديال لا الحجوزات ولا الإشعارات ديال المحاكم ولا بالنسبة للإفراغ المترتب على هاد الأزمة ديال الكوفيد 19. هذا اليوم عندنا كنعيشوا ظروف استثنائية اللي الجميع كيتمنى ان كيف ما ربحنا حنا خصنا نصفقوا ونقولوا راه ربحنا في الاول المعركه الصحيه وما شفناش هذوك الحالات الصعاب الله يحفظ اللي كانوا خطيرين كيف ما كنا نشوفهم في اوروبا، لكن الا ما شفناش راه كان اليوم كنبداو نشهدوا واحد العدد كبير من المقاولات المغربيه اللي داخله لغرفه الانعاش، راه الا ما حافظوش عليها، الا ما كاينش واحد التدابير عاجله. للاسف كنا كنتمنوا ان نشوفوا في القانون الماليه المعدل واحد العدد من التدابير والاجراءات اللي كتهم جميع القطاعات. حقيقه شفنا فقط بالنسبه للقطاع السياحي بوحده، ولكن والقطاع العقار، لكن بالنسبه للقطاعات الاخرى ما شفناش شي حاجه، وخاصه المقاولات الصغيره والجد الصغيره اللي هي اساس النسيج الاقتصادي والاجتماعي لا في الاقتصاد ولا في سوق التشغيل. اتمنى ان تتم المبادره الى حل هذا المشكل وتكون عندنا رؤيه واضحه ويتم اتخاذ اجراءات ملموسه باش ننقذ ما يمكن انقاذه. استاذ انتما بحكم انكم في التنسيقيه، يعني كانت هناك محاولات، كان هناك اجتماعات مثلا عند الناس المسؤولين، كيفاش كان الرد ديالهم؟ اليوم كانت الجلسات نقدروا نقولوا كانت بحال دي سيونس ديكوت، جلسات استماع. كنعرفوا كاينين جوج ديال الحوايج، كان الاولى جلسنا مثلا مع واحد العدد من الادارات والوزارات وكل شيء، وصلنا لهم المعاناه ديالها كيف ما خاصها تكون، وهذا هو الدور الحقيقي ديالنا حنايا. كيبقى ديك الساعه الدور ديال الاداره عندها جوج ديال الحوايج، عندها يا اما تعطينا بناء على بعض ما يخوله لها القانون من اعفاءات، وهذا واليوم كنشوف واحد العدد ديال النقط اللي ممكن يتم الاعفاء. مثلا ملي كنقولوا الضريبه مهنيه، راه كاين الماده السادسه من المرسوم قانون 22292 كيف ما تم التعديل ديالو هاد الاسبوعين الماضيين، اللي ولا عطى الحق لبعض الوزارات والحكومه انها تطبق اعفاءات وتدخل في اختصاصات ديال مجالس جماعيه مثلا او ديال واحد العدد ديال الاجراءات. المساله الثانيه مساله الرؤيه ماشي واضحه، لان حقيقه احنا مرتبطين بحاله وبائيه، هي هذه كاع كنعرفوها، لكن ملي كنشوفوا كنعملوا واحد البنش ماركينغ مع الدول المجاوره لنا مثلا، حتى هي عندها كل شيء دابا اليوم كيعيش نفس الازمه، كنلقاو واحد الحلول اتخذتهم. اذا حنايا اليوم كنطالبوا، وهذا الدور ديال الجهاز التنفيذي اللي عندنا في البلاد بجانب الجهاز التشريعي باش يلقى لنا حلول، لان هذا الدور ديالهم، ماشي حنا الدور ديالنا هما نوصلوا للمشكل. اذا في الاول مثلا راه اكثر من 6 شهور دابا تقريبا حنا كنجاوروا 6 شهور ديال هذه الازمه، باقي ما تلقاش مشكل للكراء، ويخرج لنا واحد القانون اللي يوقف مساطر الافراغ على هذه الفتره لعدم الاداء بسبب التوقف، لان الاداره هي اللي وقفاتك ما تخدمش. المساله الثانيه بالنسبه للابناك، حتى هي خصو يكون عندنا قانون، لان احنا قدام واحد المساله اللي هي قانونيه سهله، الجميع يعرف باننا امام قوه قاهره، ولكن لا اعلم لماذا الدوله ولا الحكومه ما بغاش تعلن اعلان حاله القوه القاهره، لان مباشره ملي كتعلن قوه القاهره فاي اخلال بالتعاقدات اللي كتكون مع الابناك كيكون عندنا الحق لواحد سنه ونصف ما يعادل سنه ونصف بين ما نقدروا نسترجعوا هذا، وحنا مازال باقي كنعيشوا في هذه الظروف في القاهره. اذا جميع هذوك انا اللي كنشوف، هذا رايي الشخصي، ان الدوله اليوم كتحافظ على ما هو الجهاز البنكي والقطب المالي وكل ما هو، كتحافظ على الابناك ما كتحافظش على المقاوله، لان اليوم حنا في قوه قاهره خاص يتم الاعلان على قوه القاهره ومباشره، حتى اي مشكل وصل للمحكمه سيتم الترافع على الإخلال بالتعاقدات، لأن هناك قوة قاهرة وستسقط جميع الدعاوى ضد هذه المقاولات اللي اليوم وقفتها الدولة. السيد كان خدام وعنده الترتيبات ديالو، إذا خاص الدولة تجي منه. خصنا نعرفوا المسألة الثانية، أن أي مقاولة في المغرب واخا يكون عندها مؤسس ديالها واحد، فديما كتلقى الشريك هي الدولة،
اليوم حان الوقت هذاك الشريك المستتير اللي كان كيتسنى حتى الاخر ديال العام باش ياخذ الارباح ديالو، خاصو حتى هو يجي لهذيك المقاوله ويعطي واحد الدعم ديالو، دعم مادي باش يوقف الاضرار، ودعم معنوي باش تبقى هذه المقاوله غاديه للقدام. لان اليوم جميع المهنيين واحد العدد منهم وصل الفتره كيقول ما غاديش نبقى نغامر. شفت التعامل ما تعاملوش معايا مزيان في هذه الفتره، اذا ما نقدرش نزيد مازال القدام ونزيد نستثمر او لا نبيع ولا نتحمل واحد العدد ديال المصاريف. فاليوم خصنا واحد بعض الاجراءات اللي يكونوا استثنائيه وراهم في المتناول، وخصنا اهم حاجه نحافظوا على مستوى الثقه ما بين المواطن وما بين المقاوله اللي كنعتبرها مقاوله مواطنه وما بين الاداره. الا حافظنا على هذا الشيء فمناخ الاستثمار في المغرب غيبقى. الا ضحينا به لا اظن ان اي قطاع غيسترجع العافيه ديالو وغنكونوا قبل كيف ما الحاله قبل من الكوفيد. سمعنا القيل والقال على الفيدرالية ديال الممولين الحفلات ونزلت اليوم واحد البلاغ، ممكن توضيح للرأي العام؟ باب هذه المناسبة أنا غادي ندخل كعضو لا أولا لأن الفيدرالية هي عضو في اللجنة المشتركة لمهن المطعمة. كيف ما شاف الجميع الفيدرالية كتبرأ من هذه القرارات ديال الوقفات، لأن أول شيء عندنا حالة وبائية احنا كنعرفوا الحالة ديالها. الحاجة الثانية أي بلاغ يكون مصدر ديالو مجهول فهذاك اللي خرج المصدر ديالو خرج البلاغ هو اللي كيتحمل المسؤولية ديالو. القرارات ديال الفيدرالية أنا كيظهر لي كيف ما قرأ الجميع نفس البلاغ هي قرارات مسؤولة اللي كتقول لك جوج الحوايج. احنا عارفين المعاناة ديال المهنيين، ما كتدخر حتى شي فرصة إلا وكأنها كتوقف وكتهضر على الممولين وكتوصل للمشكله ديالو، وكاينين طرق اللي هي عاديه والمشروعه والعادله في ايصال البلاغ. لان باش نديروا وقفه باش نوصلوا للمسؤول فراه كان اجتماعات مع عدد من الوزراء باش توصلتهم الرؤيه. دابا اليوم كنشوفوا كانت لقاءات حتى مع الاتحاد العام للمقاولات بصفتهم عضو في لجنه اليقاظه، كذلك مع جامعة الغرف. كنتمناو حنا الطلبة ديالنا وصلنا تمنيت تم التجاوب ديالهم. هذا هو البلاغ اللي كان ديال الفيدرالية، كان واضح الفيدرالية تنفي أنها دعات لأي وقفة احتجاجية أو لأي شكل من الأشكال، ولا يمكن استعمال الاسم ديالها في أي وقفة من هذه الوقفات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.